جرح فضيحة أو هول فضيحة تسريبات امتحان شهادة البكالوريا، ولا داعي أن نلعب مرة أخرى بهذا الجرح. ومن المفروض أننا نستحي أن نتكلم على بكالوريا 2016. لقاء يوم 3 جونفي مع النقابات وتحت رئاسة السيدة الوزيرة، وحسب الدعوة الموجهة إلينا يندرج ضمن تقييم الأعمال المنجزة وكذلك الملفات المعالجة في الثلاثي الأول. الأعمال المنجزة خلال سنة 2016 والأعمال والملفات المعالجة خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2016-2017.